ونبقى في قضية مستشفى السلط، وينضم إلينا أستاذ القانون في الجامعة الأردنية حسن الطراوني. أهلا بك أستاذ حسن. اليوم إذا نتحدث عن أن محكمة الصلح استمعت لآخر شهود النيابة العامة، ويلحقها كذلك يوم الأحد المقبل الاستماع لبيانات وكلاء الدفاع، ما هي الإجراءات القانونية التي تلي ذلك بالتحديد في سير هذه القضية؟ الله يمسيكم بالخير جميعا، وشكرا إلى قناة المملكة على هذه الاستضافة. فيما يتعلق بالإجراءات المقبلة، تعلمين أن المحاكمات الجزائية تجري أثناء نظر الدعوة على شقين. الشق الأول الاستماع إلى بينة النيابة، وقد انتهت المحكمة اليوم من الاستماع إلى بينة النيابة بسماع هذه الشاهد الأخير، وستنتقل إن شاء الله في الأسبوع القادم، حيث تم تحديد يوم الأحد القادم موعدا لسماع إفادات المشتكى عليهم وإفهامهم نص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيما إذا كان لديهم إفادات دفاعية أو إذا كان هناك في بينات دفاعية، لأن هناك فرق بين الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية. فإذا ما تقدم، إذا ما حضر هؤلاء المشتكى عليهم، يتم إفهامهم نص المادة 175، ويتم الانتقال إلى الدور الثاني من أدوار المحاكم، وهي دور البينة، دور الدفاع بشكل عام، حيث يقوم المشتكى عليهم بتقديم إفاداتهم وبيناتهم من خلال وكلاء الدفاع. نعم، تحدثت عن الفرق بين الإفادة والبينة، وهل هذا يضم بذلك من منح قانوني الإفادة بالقصة الموضوعة في خضم تسجيل هذه القضية، ومن ثم حول البينة الأدلة الداعمة لذلك؟ صحيح. نحن اليوم مكتبنا، أنا بالمناسبة أحد محامي الدفاع في قضية البحر الميت، واليوم مكتبنا هو من أثار تفعيل نص المادة 175 على واحد، حيث أن جميع شهود النيابة التي استمعت لهم المحكمة لم يأتوا على الإطلاق على ذكر موكلي في أي اتهام. لذلك طلب مكتبنا بأن يتم تفعيل نص المادة 175 باعتبار فيما يتعلق موكلنا عدم وجود قضية وإعلان براءته من هذا اليوم، إلا أن المحكمة مع الاحترام التفتت عن هذا الطلب وانتقلت إلى الدور الثاني وطلبت إحضار الجميع لإفهامهم نص المادة 175 لإعطاء إفادات دفاعية وبينات دفاعية. نعم، هناك فرق بين الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية، فالإفادة الدفاعية يمكن أن تكون شفوية ويمكن أن تقدم خطية، وإذا ما قدم إفادته الدفاعية المشتكى عليه فمعه مدة 15 يوم حتى يقدم بياناته الدفاعية، والبينة الدفاعية يمكن أن تكون شخصية، أي شهادات شهود، ويمكن أن تكون خطية، ويمكن أن تكون كلا الشقين، سواء خطية أو شخصية. شكرا جزيلا لك أستاذ القانون في الجامعة الأردنية حسن الطراوني.